بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم يا طلاب في قناة إيكو داراب. نعم voici la conjugaison du verbe parti ذهب au مضارع à l'inaccompli. نعم on commence. Ana Adhabu, ana adhabu, je pars. Anta, ta. Anta, tadhabu, anta, tadhabu, tu pars. Anti, ta. Anti, tadhabina, anti, tadhabina, tu pars. هو يا هو يذهب هو يذهب إلى هي تا هي تذهب هي تذهب إلى نحن نحن نذهب نحن نذهب نباتون أنتم تا أنتم تذهبون أنتم تذهبون فباتي أنتن تا أنتن تذهبن أنتن تذهبن فباتي أنتما تا أنتما تذهبان أنتما تذهبان فباتي هم يا هم يذهبون هم يذهبون إلى بات هن يا هن يذهبن هن يذهبن إلى البات هما يا هما يذهبان هما يذهبان إلى البات هما تا هما تذهبان هما تذهبان البات. Exercice à faire. Conjuguer les deux verbes suivants à l'inaccompli. Al-Mudari, Qara'a, Echaraha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.